حظري تجول في كازابلانكا في الدار البيضاء بيبدأ من 10 مساء حتى 5 فجر اليوم التالي. مواعيد التدريبات أكيد هتكون قريبة من موعد حظري التجول، أكيد حصل تنسيق سواء من البعثة مع السفارة مع الإجراءات والأمور الترتيبات هناك مع المسؤولين في المغرب عشان تكون التدريبات في نفس توقيت المباراة يوم السبت، وفي نفس الوقت التدريبات إذا اقتربت وفريق وهو راجع للأوتيل قريبة من موعد حظر التجول يكون فيه ترتيب أكيد للجزئيات دي كلها. كريم، نقطة مهمة جدا زميلي حمد انت تتكلم فيها طبعا بالنسبة للحظر، لكن قبل الحظر عايز اقول لك دلوقتي ان في هذه اللحظات منتظرين وصول علي معلول وجيرالدو. يمكن الكابتن سمير عدلي متواجد في المطار لان انت عارف طبعا هيصلوا ان شاء الله لفندق الاقامة، منتظرينهم هيصلوا في هذه اللحظات ان شاء الله. لو برجع معاك بقى طبعا للاجراءات هنا الخاصة بها للتأمين وبنبقى ايضا كمان بالنسبة لي الامر الخاص بوصول لعيبة النادي الاهلي او خروجهم او الحظر، ميعاد الساعة 8 الحظر هنا محمد من 10 مساء ل 5 الفجر. يمكن كان في بعض الاقاويل او بعض المواقع كاتبة ان الحظر من 6 صباحا ل 6 المغرب، لكن اتاكدنا هنا طبعا من التامين وايضا كمان قوات الشرطه المتواجده 10 مساء هنا هيبدا الحظر ينتهي الساعه 5. طبعا 8 مساء التدريب و25 دقيقه رايح 25 دقيقه جاي مع ساعه تدريب، فاكيد ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي هتكون متواجده قبل الحظر. وانت عارف طبعا محمد يعني مع البعثه الرسميه في تامين يعني مميز جدا، بنتمنى كمان ان هو يزيد مع اقتراب يوم المباراه. يوم السبت هو يوم مهم جدا لفريق النادي الاهلي تحديدا للتامين، لكن التنقلات التحركات كان فيها تنسيق كبير جدا طبعا زي ما اكدنا وقلنا من معالي السفير اشرف ابراهيم وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان امر مهم جدا التحركات هنا بالليل الامر بيكون صعب شويه. احنا يمكن رجعنا للفندق امس طبعا ما وصلنا لفندق الاقامه يعني الموضوع كان صعب، مفيش حد في البلد يعني نقدر نقول الموضوع بالزبط. كان صعب جدا، احنا وصلنا متاخر الى فندق الاقامه، لكن بشكل عام في تنسيق كبير جدا لتحرك بعثه النادي الاهلي تحديدا سواء للتدريبات. يوم الجمعه كمان هيكون التدريب الرئيسي انت عارف على مركب محمد الخامس، الملعب يستقبل المباراه مع مؤتمر صحفي. امر المؤتمر الصحفي ده لسه ما اتحسمش محمد، ودي نقطه مهمه جدا يعني هيبقى افتراضي يا كريم. بعض الاقاويل هنا بتتقال ان المؤتمر ممكن يتلغي كمان يا محمد، يعني ده ممكن يتلغي المؤتمر ما يبقاش فيه مؤتمر صحفي، لان النقطه دي يمكن لسه بيتم تحديدها مع نادي الوداد وايضا كمان الكاف. الامر ده لسه ما اتحسمش حتى هذه اللحظه، لكن ان شاء الله باذن الله سواء في مؤتمر صحفي او لم يوجد مؤتمر صحفي اكيد هنتبع التعليمات الخاصه بالكاف اللي اكيد موزعه على وسائل الاعلام بالكامل. لكن بطمنك يا محمد من خلالك ومن خلال برنامج ترند ومن خلال قناه النادي الاهلي لعبتنا مركزه بشكل كبير جدا، عندها اصرار كبير ان شاء الله باذن الله ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه هتساعدنا بشكل كبير جدا في المباراه اللي ان شاء الله هتكون في القاهره باذن الله. ان شاء الله كل الامور تكون موفقه لفريق النادي الاهلي. طيب عايز اسالك على تفصيله متعلقه بوصول جيرالدو وعلي معلول. علي معلول جاي من النمسا بعد ختام معسكر تونس والمباراه الوديه الاخيره امام نيجيريا، وجيرالدو جاي من البرتغال. فكره بقى الوصول من النمسا والبرتغال الى المطار في كازابلانكا في المغرب، التنسيق الاداري بيتم ازاي في الشان ده؟ وانت قلت لي ان الكابتن سمير عدلي موجود في المطار عشان مساله وصول اللاعبين، لان كمان مساله المجال الجوي في رحلات طيران بتيجي من دول ودول اخرى. فالنهارده اللي هذا الامر كتنسيق اداري بنسبه 100% ان شاء الله اللاعبين هيكونوا موجودين مع البعثه باذن الله. باكد لك يا محمد طبعا يعني يمكن اكيد التنسيق كبير جدا يعني من سفارتنا هنا في مصر، وباكد على معالي السفير اشرف ابراهيم اللي بيقوم بدور كبير جدا. انت عارف طبعا مجال الجو مغلق لكن في استثناءات، يعني في بعض الرحلات استثنائيه طبعا بالنسبه للوصول هنا للمغرب، والتنسيق كان على اكمل وجه خلال الايام الماضيه قبل كمان معالي معلول يسافر تونس والنمسا ايضا، وايضا كمان جيرالدو قبل ما يسافر كان في تنسيق كبير ميعاد وصولهم هيبقى ازاي. لكن انا باكد لك ان الكابتن سمير عدلي متواجد، علي معلول هيوصل 1:30 او 2:30 على توقيت المغرب، ايضا كمان جيرالدو هيوصل في نفس التوقيت، يعني ممكن واحد يوصل قبل التالي بنص ساعه، لكن كابتن سمير عدلي متواجد على ان يكون ان شاء الله باذن الله في فندق الاقامه. لكن باكد لك ان شاء الله باذن الله ومن خلال بقى البرامج اللي خلال الايام القادمه وخلال الساعات القادمه باذن الله هناكد، ومن خلال صوره كمان صوت وصوره من تدريب فريق النادي الاهلي اللي هيكون بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي نشوف علي معلول متواجد وايضا كمان جيرالدو. ممكن ما يتدربوش بشكل كبير لكن النهارده يكونوا متواجدين على الاقل يكون في اي شيء بسيط جدا ليهم، لان انت عارف خلاص الوقت ضيق جدا بالنسبه للمباراه، ممكن يتعمل لهم ريكفري بسيط. لكن باكد لك ان شاء الله بنسبه كبيره جدا يكونوا واصلين النهارده ومتواجدين مع فريق النادي الاهلي قوة كبيرة جدا سواء علي معلول وجيرالدو وكل اللعيبة ان شاء الله باذن الله تكون على قدر المسؤولية كعادة لعيبة النادي الاهلي. هو شيء طيب لان جيرالدو كمان ما لعبش غير مباراة ودية وحيدة مع انجولا، لان في مباراة تانية اتلغت مع غينيا. ايضا كمان علي معلول لعب مباراة امام السودان، لكن المباراة التانية دقايق قليلة قدام نيجيريا، فان شاء الله يكونوا جاهزين.